سمع مصطفى حامد مصري مدرس سوداني يقول في رسالته إلى علمائنا الذين أعزهم الله بالتفقه في الدين: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تحية طيبة. أرجو شاكرا ومقدرا أن تفتوني في أسئلتي هذه. يقول فيها: نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته، أما زوجها لسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة، فمن يكون زوجها يومئذ؟ أفيدونا مأجورين. نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو كان زوجها ليس من أهل الجنة، فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوج من الرجال، وهم أعني من لم يتزوج من الرجال لهم زوجات من الحور، ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهى ذلك أنفسهم. وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج، أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة، إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه، لعم هذه الآيات. ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى.